أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهمية ما نحن فيه وهو طلب العلم لا ينبغي أن يغيب عن بال العام والخاص أن طلب العلم الشرعي هو أمارة الحياة في الأمة. يعني شي واحد كيكون مريض، عافانا الله وإياكم، واحد الحالة صعيبة حتى قد يشك في موته أو حياته، كيجي الطبيب يعني يجس نبضه أو يصبر شيئا مما يتعلق بحيويته، يعني كقياس الضغط مثلا، كيدير له يعني العبار ديال الطاسيون، كيدير قياس الضغط او يجس النبض ديال الشرايين ديال القلب باش يعرف واش فيه الحياه او ما فيهش الحياه. اش كنقصد؟ هنالك ادوات ووسائل لمعرفه حياه الانسان من موته، كتسمى مؤشرات كتكون يعني معروفه، إذا كانت موجودة يعني الحياة موجودة، إذا ما كانتش موجودة إذا الحياة ماشي موجودة. بينما كتقدر تكون بعض الأعراض الأخرى ما كتعطيش الحقيقة. مثلا يكون سخون، مثلا ممكن يكون عاد مات وراه غير باقي سخون، ممكن لأن الجو سخون فالحرارة ماشي مؤشر حقيقي مثلا. لكن كاين مؤشرات اللي حقيقية بحال الطونسيون مثلا، يعني قياس الضغط مؤشر حقيقي عندهم، لأنه يعني كيعطي علامة على وجود الحياة أو عدم وجود الحياة. فالعلم أو طلب العلم وحركة العلم في المجتمع هذا هو التنصيب. واش يعني نقل ولا طيح؟ فحينما توجد حركة العلم الشرعي في البيئة، معناه أن الجسم حي وانعدامها، أي الحركة العلمية يدل على انعدام الحياة بالمعنى الإيماني وبالمعنى الحضاري أيضا للأمة، لأن هوية الأمة وحقيقة الأمة إنما تكون بهذا الدين، ولا وجود لها بغير الدين إطلاقا، لا وجود لبلاد المسلمين بغير دين الإسلام، لا تولي حاجة أخرى ويبتدعها الآخر، والدين هو أمان وجودها، الأمان صمام الأمان كما يعبر لوجود الأمة هو الدين، ولا دين بغير علم. راه وحدة معلقب وحدة، لا دين بغير علم، ولا استمرار للدين بغير علم، ولا حياة للدين بغير علم، والعلم لا يكون إلا بإذنه. العلم عاود ماشي شي حاجة في الهواء تحطها في الأرض وكان، لا أبدا، هذا كتاب الله جل وعلا أصل كل العلوم، ولكن إذا بقي في المصاحف لن يكون له أثر، لابد وأن يكون كتاب الله جل وعلا حياة في قلوب الناس عند أهله من القارئين له والعاملين به والمرتلين له أناء الليل وأطراف النهار والدعاة به إلى غير ذلك. يعني لابد أن يكون القرآن حركة في الحياة في الفرد وفي المؤسسة وفي الجماعة، فكذلك ما أخذ منه ومن سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام من العلوم الشرعية، باش تكون العلوم فعلا حية في المجتمع إنما تحيا بالناس أي العلماء، هذا الأساس وهذا المقصود. لا معنى للعلم بغير العلماء، لأن العلم يكاد يكون عرضا، والعلماء هم الزوات التي بها تتحقق العلوم. نمثل هذه لغة منطقية نبسطها بحال لون ديال البياض، البياض في هذاك الجدار أو في ذلك القوس ولا في ديك السرية، اللون ديال البياض عرض. شو معنى عرض؟ يعني بمعنى أنه واحد لون لا يقوم بذاته، لا بغيت تقلع ذاك اللون تقلعه وتحيده من تما،
ما يبقاش، يعني بمعنى انه يعني ما يمكنش تخيل في مخك اللون ديال البياض، واي لون، الالوان كلها اعراض. ما يمكنش تخيل في الدين ديالك اللون ديال البياض بلا ما تخيل شي حاجه بيضاء، شي ذات، مستحيل مستحيل. حتى ولو توهمت، غير كتوهم انك تتخيل البياض مجردا عن ذاته، فانما هو وهم، بل هو لون لشيء انت تتخيل. انا ملي نبغي نتخيل حاجه بيضاء لا بد كتجيني بالي شي حاجه، اما كاين اللي يجيه اللبن لمخو، كاين اللي يجيه يعني الثلج، كاين اللي يجيه عود بيض، كاين اللي يجيه حيط بيض، ازار بيض، لا بد تجيك شي حاجه عاد زائد بيض. اما غير البيض هكاك يعني ضباب، ما يجيكش البال، ما يجيكش البال. لا بد انك مخيل معاه شي حاجه، لا تستطيع عقلا، لا تستطيع. واخا تخيلوا في البخار، راه هذاك البخار اذا ماده وعالقه بها البيض. وهكذا الالوان جميعا. هذه قصه العلم مع العالم. العلم قلت يكاد يكون عرضا لا وجود له الا بالعالم بالعالم، كما انه لا وجود للبياض الا في ذات بيضاء، جدار او ازار او اي شيء. اذا مشينا حتى هنا، وجود الامه بالدين، وجود الدين بالعلم، وجود العلم بالانسان. الخدمه كلها بنادم وليس عبثا. ان قال الله جل وعلا: وعلم ادم الاسماء كلها. تعلم ادم من عند الله وصار عالما ومعلما. راه بجوج جوج الصفات في سيدنا ادم، يعني في الانسان. تعلم وصار معلما. قال: يا ادم انبئهم، قريهم، علمهم، انبئهم باسمائهم. فتعلم عند القابل ياخذ وعند القابل يعطي. والانسان علم، علمه البيان، علم الانسان يعني. فالقضية كلها إذن ها هنا، ان يتخرج من حلقة العلم علماء. لو انه هذه الأمة او هذه المدينة او هذه البلد تربح من هذا الجهد كله والحركة كلها والخدمة كلها، يطلع لنا غير واحد، واحد عالم، ولكن عالم بما للكلمة من معنى ورد في كتاب الله وسنة رسول الله. كافي كافي. أنا بالنسبة لي مشروع ناجح، لأنه يعني المؤمن في كتاب الله وسنة رسول الله، مرة يجيك واحد بعشرة على حسب ظروف يعني الأمر من الناحية الفقهية، مرة يجيك واحد بعشرة، مرة واحد يجيك بعشرين، مرة يجيك واحد بمية، في مراتب متعددة. هذه حسابات في مواقع، مرة في الجهاد، مرة في الخير، مرة في كذا، إشكال. في العلم عرفتوا شحال واحد باش؟ مية ألف، مية ألف، ودليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله. مية ألف عالم، ولكن كنتكلم عالم ممن قال فيهم الله جل وعلا: انما يخشى الله من عباده العلماء. ممن قال فيهم الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا اصحاب النظرة خدام قومهم اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون. يعني ناس اللي هم فعلا يحملون امانة العلم، امانة العلم، ويتقون الله فيه ويعملون. ورد في يعني احاديث خلاص متواتره ومفصله لهذا المعنى تفصيلا. واحد بمية ألف، اين يؤخذ ذلك؟ استنباط، والاستنباط متين باذن الله عز وجل. غير واحد قال هذا مما قد لا يخطر بالبال. شحال واحد كيقول لك: اودي ايه الاحكام ما كايناش في القصص. بلى كاينه في القصص القراني، آية الأحكام، الأحكام الشرعية تؤخذ من كل مكان من كتاب الله. وهذا منه، من قول الله جل وعلا: وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيد. صاحب العود جنون يونس عليه السلام، ربي تعالى كلف رسولا من الأنبياء السابقين بمائة ألف،
يخدمهم. مرة الأولى فشل وهرب فكان ما كان يمثل من القصة، مرة الثانية نجح بين الناس وش. يعني راه أكثر من 100,000، ولكن 100,000 هي يعني الحد الأدنى باش بدا. وطبعا المجتمع قال أو يزيدون، لأن الله سبحانه وتعالى كيتكلم بنادم راه كيتولد، ما كانش الرسول في دقيقة، بعد دقيقة تولدوا جوج ثلاثة ديال الناس، مات واحد تولدوا جوج ثلاثة، المجتمع كيزيد إلى 100,000 أو يزيدون بالولادات اللي كتولدوا. لأن سبحانه وتعالى هذيك أو ماشي ديال الشك، سبحانه وتعالى عن الشكي، شو تجيب له بالو؟ لأن هذيك أو حنا عندنا تقول أو زعما ما عرفتش، ولكن التعبير القرآني حاجة أخرى. الله تعالى عنده اليقين سبحانه في علمه سبحانه جل وعلا. العلم المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذيك تعبير دقيق عن على حركية المجتمع والولادات والزيادات. يا طيب شحال واحد يقول واش دخلنا حنا وسيدنا يونس و100,000 ديالو هو فيما قبل التاريخ الإسلامي بكثير. الحديث النبوي الشريف مما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي نأخذ منه محل الشاهد، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والحديث هذا صحيح متين، حديث ضعيف نستدل به في هذا السياق ديال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، تعقيد ضعيف، ولكن المعنى بإذن الله صحيح، وما نعوليش حنا على السند، نعولين على المعنى الذي نصحح حقيقته بالمنهج الفقهي الأصولي الاستقرائي. نرجع للسند الصحيح، وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني الآن نخدموا غير بالدلالة، وعاد نرجعوا لذاك الحديث الضعيف باش تعرفوا ذاك الحديث الضعيف المعنى ديالو صحيح. ورثة الأنبياء قال يعني ورثوا العلم، شكون اللي ورث العلم ديال الأنبياء؟ هم العلماء. وما علم الأنبياء؟ علم الأنبياء ليس معارف تحفظ، علم شمولي، بمعنى أنه علم ينتج خشية وينتج عملا وينتج قبل ذلك وبعد ذلك معرفة وينتج دعوة وإصلاحا، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط جميعا فليس بعالم بالمعنى القرآني السني للكلمة، ماشي عالم بالمعنى اللي يتكلم عليه رب العالمين سبحانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بعالم. راه يعني تعريف دقيق جدا، أي ورث وظائف، هذا معناتها وظائف الأنبياء، لأنه إنما بعثت معلما في الحديث الصحيح، وإنما توجد حصر الحصر، النبوة كلها تعليم، فيها قسط اللي هو الوحي، الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أجمعين وأعطاه العلماء، فالعلماء مابقاش كينزل عليه الوحي لأن الغاية من الوحي تمت، صافي هو ينزل داك الشيء ينزل بعدا، فإذا مش بقات الخدمة الأخرى، وهي قول الله جل وعلا في الآية التي وردت غير ما مر في كتاب الله وعلى طلبة العلم يتنبهوا لها كثيرا كثيرا كثيرا. علاش تعودت في القرآن أكثر من مرة؟ في البقرة بما يعني يكاد يكون بلفظها مرتين على الأقل، وبمفهومها كثير، وفي غير البقرة كثير. دعوة سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو قول الله جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأخرى ويزكيهم في الأخرجة عفوا ديال البقرة التزكية جات متأخرة. هذه الآية تكررت كثيرا في القرآن الكريم، كاين شي حاجة كتعاود بالمجان، سبحان الله عن ذلك علوم كبير. علاش؟ لأنها تحدد وظائف النبوة، هذه آية وظائف النبوة، الشغل ديال سيدنا محمد شنو هو؟ اش كان كيدير؟ يتلو ويعلم ويزكي،
كاينش حاجه اخرى. كل صناعه النبوه داخله تحت هذه الامور الثلاثه التي تؤول الى اربعه، هي ثلاثه ولكن تعطي اربعه في نهايه المطاف. اشاعه القران خصو ينتشر في الامه، يتلو عليهم اياتي اي التلاوه. ولذلك قلت غير ما مره ان تلاوه الكتاب مجرد التلاوه هي من الاهميه بمكان، ولنا فيها كلام في الصلاه وفي غير هذا المجال نجيب فرص ان شاء الله في الصلاه اكثر. ما تستهنوش تلاوه القران، مجرد تلاوه غير تقرا، تقرا على الناس ويسمع ويتداول ايه جوج ثلاثه عشره صوره اللي كان، بلغوا عني ولو ايه. القران يخدم، راه القران كيخدم بالتفسير والتدريس ياك والتفقيم، كيخدم ايضا بوحده. راه غلط اللي كيسحب له القران، لا خصو حتى يجي واحد يشرحه ويفسرو عاد يخدم. اللي عنده هذا الفهم هذا راه غلط. صحيح ان بتفسيره وبيانه كيتم التدهير والتعميق ديال المفاهيم القرانيه، ولكن راه القران بوحده بلا الشارع بلا المفسر بلا الفقيه خدام. القران خدام مع الحوت ومع الحجر. عساك بنادم. فتلاوة القرآن وحدها تفعل الأعاجيب في الأمة، بغض النظر عن الأمة بعيدة عليها العربية الفصحى، بغض النظر المشاكل كلها ما كاينش، القرآن خدام. كلام رب الكون سبحانه وتعالى. علاش أنت خاصك تبقى تدوزو بالمقاييس العقلية؟ هو القرآن أثر على السم ديال النفعة في رجل ديال بنادم وقعدو من الأرض بسورة الفاتحة. ونوازل من مثل هذه وغيرها كثير مما أثرت فيه التلاوة، مجرد التلاوة على البشر والحجر والشجر وغير ذلك. لذلك سيدنا محمد كان يتلو القرآن من الوظائف ديالو، وأن أتلو القرآن وظيفة خدمة هذه في حد ذاتها. ثانية تعليم، هنا كيجي تعليم القرآن ويعلمهم الكتاب، هاي جات عدد بوحدها معزولة. التلاوة شيء وتعليم الكتاب شيء آخر، والكلام ما كيتعاودش. لكون كان يعني تعليم الكتاب هو التلاوة أو التلاوة راه داخل فيها التعليم، واش ربي تعالى سبحانه كلام فيه ديالو فيه الاستطراد؟ أبدا، حرف واحد إذا وجدته زائدا على الاصل الذي قد يخطر ببالك في كتاب الله فمعنى ان هذا الحرف عنده شغله، يؤدي وظيفه، هي الحركه، هي تغير الحركه يدل على تغير المعنى، وشده وحده كتدل على ان المعنى شيء اخر، اختلف عن يعني المضاعف مختلف بكثير عن يعني الفعل غير المضاعف والمهموز عن غير المهموز وهو المجرى. ثم قال اتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب، راه تعليم الكتاب هو غير تلاوة الكتاب، غير تلاوة الآيات. فتعليم الكتاب هنا فعلا هو تعليم أحكامه، تعليم حقائقه الإيمانية على المستوى التوحيدي العقدي وعلى المستوى التشريعي وعلى يعني إشاعة العلم الذي يفيد العمل والتفقيه في الدين واستنباط الأحكام على غرار قول الله في الآية الأخرى التي ذكرناها، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والحكمة، الحكمة هي الدواء. صحيح أنها في الأصل هي السنة تفقين ولا خلاف فيها ولا تزال كذلك، ولكن اللفظة أوسع، كلمة الحكمة واسعة. السنة جزء منها وجزء مهم وأصيل، ولا حكمة بغير سنة. وسلم عفوا لقمان الحكيم علم الحكمة، والآيات التي ساردت وصيته كانت أمور شتى، بدءا بالعقائد والتوصية بالوالدين إلى الأخلاق العامة، وكل ذلك اعتبر من الحكمة. والله جل وعلا حينما قال عن الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا على العموم المستغرق لجميع الأفراد التعريف،
التي تستغرق جنس المعنى. ومن يوت الحكمة عموم. ولذلك في هذه الآية أيضا ويعلمهم الكتاب والحكمة يقولون عن الحكمة يوضع الشيء في محله، كلام سليم، لأن السنة هي كذلك، السنة هي وضع حقائق الكتاب في محلها، حاجة تحطها في موضعها من كتاب الله. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي بيان المنهج الذي به نأخذ الكتاب ونتعلم الكتاب ونطبق الكتاب، ولا مدخل للقرآن بغير سنة، لأن الذي دخل إلى القرآن بغير سنة دخل بغير حكمة، وقد يضع الآية في غير محلها، وهذا وضع جدا معروف، قوله صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم، وهذا أي أنك تنزل أحكام الله على الواقع على طريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنها الحكمة، لأنها الحكمة. ولكن الحكمة أيضا تدخل مجال الاجتهاد، وهذا قد الذي قد يغفل عنه بعض الناس، ليقصر معنى الحكمة عن السنة الثابتة فقط، لا، هناك نوع آخر من السنة. أي نوع هذا؟ هو ما يوفقك الله إليه من الصواب في تنزيل حقائق الكتاب والسنة أيضا. أحد القصة لطيفة في الحديث الصحيح، تأملوها مزيان، حادثة الرجلين الصحابيين، جزاك الله السلام، اللي لدين عديم الماء قوش الماء، فتيمما للصلاة فصليا، ثم هما كانوا السفر، ثم أدركا بعد سيرين ومسافة الماء أحدهما أعاد الصلاة لوضوئه، قال ما توضا وعاود الصلاة ديالو، الآخر قال له تلك صلاة قد صليناها، تاه ما عاودش الصلاة ديالو. فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاو ليه وكاين يتناقشوا شكون، فقال هذاك اللي عاود الصلاة لك الأجر مرتين، تاه مزيان صليت الصلاة الأولى مزيان، الصلاة الثانية ما فيها غير الخير، لك الأجر مرتين. الآخر اش قال له؟ أصبت السنة. التعبير الدقيق هنا هو تعبيره عليه الصلاة والسلام بالإصابة، أصبت، لأنه طاح في السنة باش بالإصابة، من الإصابة الاجتهاد، أي أنك اجتهدت فوقعت فيما ينبغي أن يقع فيه المسلم وهو السنة، أي أن السنة كما تنقل تصاب، هذا نص ما نجيبوش من عقولنا مجردة، نعم، كما تلقى السنة جيبها من البخاري مسلم الترمذي النسائي المصحف أيضا تصاب. كيف ذلك؟ أما الذي فات فلا سبيل إليه إلا عبر النقل، يمكن تجيب السنة اللي فاتها يعني دوزها النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعقلك، لا ما يمكنش قد زيد على سيدنا محمد بعقلك، لا، هذاك الشيء تاخذه بالنقل. لكن في نازلة جديدة الآن في تنزيل حكم شرعي قديم على واقع جديد يحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناط، يعني كيفية ملائمة الحكم الشرعي على ظروف معينة، تحقيق المناط لا سبيل إليه بغير الاجتهاد. فكيبدأ المجتهد شنو كيدير؟ كيحاول ما كان يشوف من خلال طبعا القرائن الشرعية، السياقات القرآنية والحديثية وسباب النزول وسباب الورود، كيف يجعل ذلك الحكم أكثر فاعلية في الواقع، بمعنى راه طريقة أخرى اش كيدير؟ وهذا الشيء اللي تكلموا عليه علماء أصول الفقه وسنقرأه وسندرسه بحول الله، كيحاول ما كان يتخيل يكون كان سيدنا محمد دابا عليه الصلاة والسلام كيفاش غيطبق هذا الحكم تماما. ولذلك العلماء كيف يعرفون اجتهاد المجتهد؟ يقولوا هو ما يظنه حكم الله، ولذلك ألحق حكم المجتهد بأصول التشريع الأولى اللي هي الكتاب والسنة. فكما أننا نعبد الله بأحكام الكتاب ونعبده بأحكام السنة الثابتة، نعبده أيضا بفتوى المفتي، لما يكون المفتي مفتي
كنتكلموش على شي حاجه اخرى، لا يعني العالم الحقيقي نعبده بهذا رغم انه ان هو الا ظن بالمعنى العلمي لكلمه ظن، يعني راه دار جهده يعني انه يستفرغ وسعه ويبذل جهده ليصل الى ما يظنه انه حكم الله. فلذلك هو يصيب الكتاب ويصيب السنه بالاجتهاد، الاجتهاد من جهه مخه لكن ماشي من العقل المجرد ما عنده حتى 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 موجه، لا يوجهه كتاب الله ويوجهه ايضا سنه رسول الله عليه الصلاه. فلذلك هذه هي الحكمه، السنه تصاب وهو المقصود بكلمه الحكمه. فالذي يدعو الى الله او يعلم الناس الخير اليوم لابد ان يتعلم هذا ليحسن تنزيل حقائق الكتاب والسنه في واقع مختلف عن الواقع القديم، وما يغمضش الكتاب والسنه حقهم يدوز في النصوص ويلوي اعناقها، ولكن ايضا لا يصطدم بسنن الله في التاريخ وفي المجتمع. فالحكمه اذن شيء مستقل مقصود بذاته ولذاته، وهي ملكه وموهبة ربانية وصناعة تنال بالإخلاص. والإمام مالك وغيره رحمة الله عليهم جميعا نقلت عنهم عبارات لطيفة في معنى الحكمة، هذه عبارة تسند إلى مالك الإمام وإلى غيره، عدد ديال الناس من يعني جيل الإمام مالك ومن قبله ومن التابعين أيضا ذكرت عنهم هذه العبارة، ولكن مشهورة جدا عن الإمام مالك. يقول: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد المؤمن، نور. وهذا النور طبعا لا يتلقاه المؤمن إلا بصدق إخلاصه وصدق توجهه إلى الله في طلبه، فيتعلم يعلمه الله جل وعلا الكتاب والحكمة بالمعنى الشامل بما هي سنة وبما هي أيضا نور تنير له الحقائق في الأرض كيف يسير، ويزكيه. والتزكية التربية، يعني رب العالمين سبحانه يستعمل لفظ التزكية في الكتاب وهو ألطف وأجمل قطعا، والناس يعني خدموا بزاف لفظ التربية، والتزكية هي الأصل يعني من الناحية اللغوية متشابه، لأن التربية هي تنمية، ربى الشيء يربو كتر وكبر، ويقسم الربا ربا يعني عند العرب الجاهليه، لانه بالنسبه لهم هما كيزيد هو غير كينقص خلاص، ولكن يعني كيزيد زياده، ربا يربو فهو ربا، وربى الشيء يربيه اي نماه. فالتربيه هي تنميه اخلاق الانسان ان كانت تربيه للخير، لكن ربي سبحانه وتعالى انما استعمل التزكيه من زكاء يزكو، وزكى الشيء يزكو منايمه، وسمى الله ضد الربا الزكاة، لأن هذه الزيادة في الخير كيستعمل فيها الله تعالى زكاة يزكو، والزيادة في الشر كيستعمل فيها ربا يربو. ولذلك لفظ التزكية أفضل بكثير من لفظ التربية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن مع ذلك اللي بغى يتحرى ويخوض العبارات اللطيفه يخوضها من كتاب الله راسا. التزكيه شرب ربي سبحانه وتعالى ما عرفش التربيه ما خدمهاش لحكمه هي يعني، هو ولم تجد لفظات اشمل ولا ادق في التعبير عن المقصود الشرعي من التنميه البشريه بالمعنى الايماني، لم تجد لفظات ادق ولا اشمل من كلمه التزكيه، ويزكيهم ويزكيه. فإذا استطاع الإنسان أن يشتغل بالتلاوة وتعليم الكتاب، هاتنين، تلاوة أولا، تعليم الكتاب ثانيا، تعليم الحكمة ثالثا، تزكية الناس رابعا، هم أربعة، فقد اكتملت، أقول اكتملت فيه صفة العالمية المطلوبة في كتاب الله وسنة رسول الله. واحد من هذا النوع مئات ألف، نعود لبدء الكلام، عدت الى بدء، وهذا هو النوع المقصود ديال 100,000، واحد او واحد 100,000، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. وعليه ينبني حديث العلماء، او وان العلماء صحيح فيه بان
وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأنه هذا غير يعني الوسط الذي وإلا في طرفه أوسع وأشمل. وإن العلماء ورثة الأنبياء، والعلم الذي ورثه هؤلاء لأولئك هو هذا بهذه الأقسام الأربعة: تلاوة وتعليم للكتاب وتعليم للحكمة وتزكية. فإذا انخرم شيء منها كانت العالمية ناقصة. فإذا قدر الله جل وعلا أن كان في الأمة بضعة أشخاص، رغم هما شيء ألف ولا ألف، غير بضعة، ثلاثة خمسة سبعة، يتكون في الولد بحال هذا الشكل، والله الذي لا إله إلا هو ليكونن لهم من الآثار ما قد لا يخطر لك على بال، وما يديروش المشاكل، ما تخافش. علاش؟ لأنهم شمولية، عندهم الحكمة، عندهم الحكمة، ماشي يديروا لك صايب. هذا شوف العالم كيدير لك صايب، راه ناقص، ماشي من ذاك النوع، وماشي واحد مية ألف أبدا. هل عادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الثابت: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم؟ هذه العبارة هي من أغرب العبارات ومن أعجبها. يعني كل شيء في الكون يصلي على معلم الناس الخير، كما في الحديث الثابت الصحيح. مازال نرجع لديك العبارة الأخرى، عندي بها الغرض. حتى الحوت في قعر البحار، حتى النملة في جحرها، كما تعلمون في الحديث. يعني شيء غريب هذا، والزمان مش غير كاين التمثيل، حاشا كاينش تمثيل لوالي في الكتاب ولا في السنة. النملة، النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا، والحوت في قعر المحيطات يصلي على معلم الناس الخير حقيقة لا مجازا، وما دون هؤلاء وأولئك وما هو أعلى وأعلى وأعلى، وهم الملائكة الذين يبسطون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني كاين وعي، شنو نسميه؟ وعي كوني بأهمية وجود العالم في الأرض، لأنه وارث، وارث لسر النبوة، ماشي نبي لكنه وارث لسر النبوة إن ورثه الله ذاك كشي رباني. نرجع للعبارة: فضل العالم على العابد كفضله، أي كفضله هو أساسهم على أبنائكم. واش تعرفوا واش كيقول سيدنا محمد؟ ولا ها كيقول كلام كبير بزاف، إوا أنا نطبقه. فضل رسول الله الذي هو من سيد الخلق، ماشي بعد رسول عادي، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد معضلة اليوم الآخر من الشفاعة، حتى واحد ما كيزعم عليها، من سيدنا آدم إلى سيدنا عيسى، لا أحد يستطيع أن يتقدم بين يدي الله ليطلب الشفاعة في الخلق. ويتقدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بما جعل الله له من الخصوصيات ومن الكرامات والنعم التي أنعم الله بها عليه، نبي فوق العادة. نعم، ونعرف ما أقول، صحيح لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن يوسف، ولكن لا تقول بالنصوص، هذه النصوص، هذه قل لك أنا سيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي لم يكون لأحد من الأنبياء، واحد في الكون خلق ربي عنده هو سيدنا محمد، ما كاينش واحد آخر، شيء غريب. فلما يجي سيدنا محمد يقول لك كفضلي على أبنائكم، بمعنى كيقول لك قارن بينه هو بهذه الدرجة اللي تكلمنا عليها وبين أقل واحد في الأمة دياله. شكون هو أقل واحد في الأمة دياله؟ هذاك اللي يعني مسلم ولكن في الضمن دين خطرة، تفضل يعني شي واحد من يعني اعتورته الخوارج كلها، لأن ما خرجناش من دائرة الكفر، بقي من تمن الأمة، ويبقى في الأمة عصاتها من أهل الكبائر والمصائب، ولكن مسلم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ما قالش
اللفظ مطلق عام بالعام، ما فيه شيء تخصيص باش ما يتوهمش واحد يقول يعني كفضلي على ادناكم يقول لا غير الصالحين، هذه زياده منين جبتها؟ منين تقول على الجماعه وسيدنا محمد كيتكلم عن الامه من اولها الى اخرها، ولا خصوصا لجيل الصحابه ولا الذين بعدهم الا بمخصص، ما عندناش. وخطابه لجيل الصحابه خطاب للامه جميعا، وحنا كنبقوا مع الاصل على قواعد علم اصول الفقه كما في التشريع كما في هذا. كفضل رسول الله على ادنى واحد من الامه ديال سيدنا محمد، يعني كيقول لك شوف الفرق اللي بين واحد مسلم فاسق فاجر ولكن مسلم من منتمي الامه، الفرق بينه وبين سيدنا محمد سيد الانبياء ما يتقاربوش. كيقول لك هذاك هو الفرق بين العالم وركيب المعنى تكلمنا عليه والعابد، ماشي واحد تعرف ديال الخلا، لا عابد. علاش؟ لان هذا العالم قد ورث سر النبوه. واحد حنا قلنا بنيات تعرف ماشي عادي، راه نهار يأذن الله تعالى بأن يكون مثل هذا النوع من الناس في البلد، عرفوا راه الشمس ديال الخير ستشرق ماشي من الشرق، من كل الجهات يجي النور. ووجود هذا النوع علامة على بعثة التجديد اللي تكلم عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. غير لما كنقراو التاريخ بعض الأحيان ما كندركوش حقيقة التجديد، ليس دائما يكون التجديد كليا، قد يكون جزئيا، يمكن كيكون الوقت مزيان ما خسرش شيء، ولكن 100 سنة كملت كيجي مجدد، غير كيجي كيدير واحد الشويه صغير، يعني كي يعني كما نقولوا بالفرنسية المدرجة كيدير غير بريكول، شي حاجة صغيرة، لأن ما خسرهاش الدنيا، خسر غير واحد شوية كيصلحوا. كيجي القرون الهجرية الثلاثة الأولى، دازت 100 عام الأولى و100 عام الثانية و100 عام الثالثة والدنيا بخير، ما كانوش مجددين كانوا، غير ما بانش الشغل ديالهم قوي. علاش؟ لأنه الدفعة ديال سيدنا محمد يدفع بها الأمة من الأسة مشات، تتقرون مزيان، ما خصها حتى خير. فكيجي جيل الصحابة، جيل التابعين، أتباع التابعين، فكانت جذور ضربا من التطوير للخير، ضربا من التطوير للخير. من اللي بدات الامه كتنحدر عاد جا ذاك النوع ديال الجديد ديال اصلاح الفساد. ولكن نهار كتكون الامه تحطت في الارض خطره كيكون تجديد كلي شمولي تشمل الحياه جميعا، يكون على عموم الحديث، يجدد لها دينها. هذه نكره اضيفت الى الضمير فاعطت العموم، اي يجدد لها كل دينها. ما كيجددش شيء النصوص قطعا، كيجدد علاقة الناس بالنصوص في كل المجالات. فلذلك قلت وما زلت أقول، اللي كرمه ربي من طلبة أهل العلم هو من يلهمه الله أن يتفرغ لهذا الشأن. الأمة في حاجة ماسة إلى أهل العلم من هذه الشاكلة، ويعرف بأنه لن يجد وظيفة ولا عملا ولا دينا، نتكلم عن الدين بالمعنى العمل، لم يجد شيئا من ذلك كله افضل من هذه الصناعه عند الله باذن الله عز وجل. الى ابغى الاجر لم يجد عملا فيه الاجر عند الله والمنزله العاليه من القيامه اعلى من هذه الصناعه ومن هذه الوظيفه ومن هذه المهمه. يبغى يختصر طريق الجنه فعلا يختصرها اختصارا. هل أحاديث ذكرت فضل العالم عن العابد، من أراد أن يختصر الطريق إلى الجنة فليتفرغ لطلب العلم الشرعي بهذه النية. عسى أن يجعل الله منه ذلك الملتغى، ذلك الملتغى، ويكون آخره في الأرض على ذلك الميزان، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ويبقى علمه بعده صدقة جارية في الأرض لا تنقطع، أن العلم كيتورث، هو علم واللي علم وعلم واللي الخير غادي فله أجرها وأجر من عامل بها إلا حديث واضح إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فلهذا إذا يحتاج الأمر إلى شيئين اثنين لا ثالث لهما، راه أمر بسيط وسهل لمن سهله الله عليه. الأولى النية الصالحة،
عندنا هنا البداية تم عندك النية الصالحة راه عاود ربي تعالى مطلع على قلوب بني آدم، ما كيوفقكش ما كيسهلكش، ويجيك العراقيل ويجيك الصفرة من هنا ويجيك شغل يفتنك بما فاتن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. إنك علاش إنك ديمتي؟ لأنه لم تخلص نيتك له وله وحده، إذا خلصت له كان لك. وأي مشكلة توقع لك اقتصادية كذا ما لقيت فين تسكن ما لقيت، والله الذي لا إله إلا وربي تعالى يحل لك المشاكل كلها، لن تجد مشكلة. وترى من أمريكا عجبا، لن تقول يا ربي في نيتك وفي خاطرك بغيت نحمل هذا الأمانة حبا فيك وإخلاصا لك، صافي. إذا استخلصك لنفسه وجعلك من جنده يدبر شؤونك هو سبحانه، نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. أنت غير حققت الشرط الأول، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني الصبر. والله ما كاين شي صح حاجة صعب من العلم، فهمت؟ قلت صعب من العلم سهل أبدا. علاش نحتاج الصبر؟ لأنه ممل، كيقنط، ممل اليوم وغدا، انت جالس ها الوراق ها الكتب ها الكنانش، يعني نفس العمل ممل للعين، ثقيل وصعيب. ماشي صعيب ما كيتفهمش، لا هذيك امور كتعلق غير بطرق التعليم وطرق التربيه والتكوين، لا هذيك الا ما فهمش راه الاستاذ هو اللي ما ناجحش في خدمته، ولا ذاك اللي كتب ذاك الكتاب ما كيعرفش يكتب بالمعقول. انا نقولها بكل صراحه، عدد كتب ديال التفسير فاشله، بعض كتب التفسير بالنسبه لي فاشله. علاش؟ كنقرا القران كنفهم، كان قرأ التفسير ما كان يفهمش، وما يمكنش. شكون كيفسر الاخر دابا؟ القران ما كيفسرها هي، هذا التفسير ماشي صحيح. ما معنى الفسر؟ البيان والكشف. فاذا كان التفسير كيغمض تفسير فاشل، واخا يكون مولاك بغيكم يكون فيه الماده اللي بغيتكم. فالعلم يعني الانسان اللي معلم حقيقه هو الذي له قدره البيان. خلق الانسان علمه البيان سهل، ويعرف يعني كيفاش يوصل لحاجه صعيبه يوصلها لك. فاذا كنتكلم على صعوبه العلم ماشي لانه ما كان فهموش، لا ماشي هذا المشكل. المشكل يعني شكون اللي عنده الصبر يربع السنه الاولى والثانيه والثالثه حتى يلقى راسه حياته كلها في العلم. هذا الصبر قليل، قليل بزاف. فلذلك يحتاج الى صبر دؤوب على طلب العلم. تطلبه من المهدي الى الهدي، يولي حياتك، يولي هويتك، يولي طبيعتك، يولي انت هو وهو انت انت. فاذا اجتمع فيك هذان الامران، قلت لهما غير جوج ماشي ثلاثه، اثنين فقط، صدق الاخلاص وصبر عليه، تيسر لك كل شيء. وباذن الله يظن ان شاء الله بك ان تكون من هذه الشاكله التي تحدث عنها الله في كتابه وبشر بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.